الآن دخول المتسابقين في غرفة الإعداد الغير مسموح للمتسابق بدخولها. عندك نواف عقاب داح الحيم، كذلك عندك نواف الشهراني. شوفوا 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 نواف الشهراني، هذا نواف الشهراني عشان نتأكد. أخوان تعال تعال أخوان عشان نتأكد. ما بقى من دقيقة، 30 ثانية عجل. 30 ثانية؟ إيه. طيب أول شيء مبروك الخصم نواف أبو عقاب، إبداح نواف 1500 نقطة خصم دخول فريق الإعداد، مكتب فريق الإعداد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، صورتهم بالجوال عشان يشوفون الكاميرا، ممتاز، عشان يشوفون الكاميرا إني أنا مصورهم، وهذا استهتار. ترى دائما يدخلون ويطلع المتسابق إبراهيم والجمهور يستفسر ليش طلع إبراهيم، طلع إبراهيم متسابق عشان التصرفات اللي مثل هذه. هذا رقم واحد. رقم اثنين، في نقطة كذلك جبر خذ خصم ما هو بسيط جدا اليوم. نعم صحيح. احتفاليته مفروض أنه ما يحتفل في فقرة حياكم، احتفاليته والكيكة هذه مفروض أنها تقص في فقرة عبد العزيز أبو ظهير اللي هي قفت. ما أدري الفقرة هل هي انتهت ولا عادة مستمرة، لكن اليوم خرق قانون من قوانين البرنامج اللي هو جبر، ومبروك عليه الخصم. إضافة إلى نواف وابداح ونواف عقاب، في تغريده يقولون الحلقه الاخيره هوشه السلطه العليا مع الشيخ ابراهيم الحسين وتدخل زوم. لا غلط سالم، النقطه اللي لازم يا اخي اللي جاهزون المحيط الهادي اللي يثير استغرابي من علي، اجازه علي اخلص.